قررنا الحوارية الأخيرة لهذا اليوم ما اخترناها لتكون مع المواهب وتحديدا موهبة التمثيل لحتى نحكي أكثر بهذا الموضوع. معنا الموهوبة دلع أسود اللي عندها موهبة بمجال التمثيل، نتعرف عليها أكثر وتخبرنا عن تجربتها. من لك صباح الخير يا دلع. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك دلع. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيحة تمام الحمد لله. تحكينا عن حالك شوي دلع، عن موهبتك. أنا دلع أسود، عمري 16 11. اخترت اني ادخل بمجال التمثيل. انا عندي موهبه من انا وصغيره كثير، يعني انه بحب التمثيل. تقلدي؟ كنت تقلدي حدا؟ لا ما كنت قلد حدا، بس كنت لما اتفرج على شيء على التلفزيون وشوف شيء مشهد يعجبني حاول اني امثل مثله. هيك بحب كثير الكاميرا، بحب الوقفه قدام الكاميرا، واخترت اني فوت بهيدا المجال يعني انه انمي الموهبه يعني، واكتشفت هيك. كيف بلشتي؟ يعني انت دخلتي بهيدا المجال، بلشتي بعمر صغير قلتي، بلشتي مع المسرحيات مثلا بالمدرسه، كيف كانت الخطوات الاولى؟ الخطوات الاولى مثل ما قلت لك، انا وقت كنت اتفرج على التلفزيون وكل ما اشوف مشهد مثلوا هيك، فالماما انه لاحظت انه انا عندي موهبه التمثيل وهيك، دورنا كثير باللاذقيه على معاهد وهيك. فوقت سجلت هلا انا بفرقه اليسار المسرحيه ودخلت، وقتها كان الأستاذ بسام سعيد، يعني هو اللي دربني وكان معي كل خطوة بخطوطة، يعني حتى اكتشف فيني شغلات. أي صف كنتي لما دخلتي بهذا المجال؟ هالسنة ما إلي خمس شهور، ست شهور. وبلشت بقى أول مسرحية كانت إلي بالشهر السابع، تو بلشت بمسرحية. يعني من خمس ست شهور بلشتي وفورا دخلتي مسرحية، قدامها اكتشف فيكي موهبة دلع. لك اكتشف فيني كتير شغلات. هو يعني هو كان الداعم، يعني وكان دائما انه يعرضني مثلا قدام مخرجين وقدام كذا وهيك. كثير حلو، يعني هي الموهبه موجوده ونحن عم نشتغل عليها بالشكل الصحيح. المشاركه اللي شاركتيها هي كم مشاركه شاركتي؟ شاركت ثلاث مشاركات. اول وحده كانت مهرجان فرقه اليسار الخامس، هذه كانت بشهر السابع، اسمها الزقوم، للمخرج كمال قرحالي. وثاني وحده كانت تابعه لفرع الشبيبه، كان اسمها يوما ما، كان اخراج الاستاذ يزن عمرو. والثالثه كانت عيد طوفان الاقصى للاستاذ نضال عديره. يعني ثلاث تجارب هي مثل تحدي فينا نقول لاثبات موهبه. وكل تجربه وكل عرض يكون في شيء جديد، يعني اسا بتحسي انه اسا بدك تعطي كل شيء عندك لحتى توصلي. يعني حكينا عن اول تجربه، كيف كانت؟ أول تجربة كانت أول طلعة على المسرح. أول طلعة هو كان شيء بسيط، بس عن جد الرهبة والخوف يعني اللي كانوا التوتر، يعني حتى يعني قد يعني حتى لو كان صار لك 100 سنة عم بتمثلي شيء، إنك تطلعي على المسرح وتشوفي الجمهور قدامك هيك وكل، لا والفكرة إنه مباشر يعني الغلط ممنوع. لا كثير يعني بخوف كثير، وانبسطت يعني حسيت إني طلعت على أول درجة من الحلم. حلو، هذا الخوف بيعطيكي هيدي الثقة انك انت ما تخطئي، دائما دورك حاضر بذهنك ومستعدة وعم تمثلي، عم تعطي قد ما فيكي. يعني انت بعمر ال 16 عم بتمثلي مسرحيات، يمكن عم يكون فيها ادوار هي بدك توصلي من خلالها رسالة. خبرينا عن الادوار اللي اختاروا لك يا هذا، لوين شافوكي المخرجين؟ هلا انا اكثر ادواري بتكون مرة كبيرة، يا اما زوجة، هيك اكثر شيء. هلا اول مسرحية كان لي شيء انه شيء بسيط، يعني انه ما كان في دور، انه ما كان في شخصية اساسية. ثاني وحدة كنت ممثلة، هيدي كان اول دور كان لي فيه كصبية يعني، بس ومن خلاله يعني بقلبها كان لي دور ام. واخر مسرحية كانت دور ام بتاعت طوفان الاقصى. تمام، يعني هون هاي اللي عم نشوف هلا لقطات منها شويه. هيدا بيكون ابني وكنتي. تمام، كثير حلو. يعني هون قد ايه صعب انه مثلا طفله بعمرك او صبيه بعمرك خلينا نقول تعيش هيدا الدور، تعيش دور الحمايه ما بس الام لا مسؤوليه كبيره، انه هيك انه بدك تحسي، بدك تعطي حنان الام والامان وكل شيء، يعني مشاعرك وحواسك لازم تكون شغاله بكل شيء، لان الام هيك دورها بالحياه. تمام، يعني قادرة كنت تحسي الإحساس نفسه لحتى توصلي للمشاهد. يعني مثل ما قلتي هي العملية مباشرة مع المشاهدين، مع الجمهور. فكيف كان هيدي التجربة تحديدا، يعني دور الأم؟
هلا التدريب كثير، كوقفه كحركه كصوت وكل شيء، بس كل وقفه قدام هيك انه انا خلص كنت اتخيل الماما قدامي واعمل مثلها، انه هيك انه اعطي مثل حنانه مثل احساسها واعمل مثلها وبلش. تمام. انت هلا يعني عم نقول نحن بعمر صغير موجوده على خشبه المسرح وعم تعملي ادوار بدها كثير جهد، بدها كثير عطاء. ممثلين اللي عم بيكونوا معك بجوز يكونوا اكبر منك اكثر خبره، فوقفتك بهيدا الموضوع كمان دلع قد ايه بتعطيكي هيدا الثقه، بتخليكي انه انت تاخذي فعلا تقدمي اقصى ما عندك لحتى انت تبيني بيناتهم؟ اي كثير بدك مجهود يعني عن جد والله كثير، يعني انه بتحسي بدك تثبتي حالك، بدك توصلي يعني. وطبعا يعني اللي بيكون حاطط شيء براسه اكيد ما راح يصعب عليه يعني يعمل شيء. هيك كانت. وبالنسبه للي كانوا معي مثلا اذا اكبر مني وهيك، بالعكس كنت استفاد منهم، يعطوني معلومات، يساعدوني بشيء بكل شيء. هلا قلتي تدريب كثير كبير قبل العرض او لما بكون في تجهيز لاي عرض مسرحي، هذا التدريب قد ايه بياخذ من وقتك وانت طالبه 11؟ يعني في عندنا دراسه ادبي ولا علمي؟ لا ادبي. يعني في دراسه كمان، نحن السنه الجايه مقبلين على شهاده، فقد ايه عم ياخذ من وقتك؟ كيف عم تنسقي وقتك بين تدريب التمثيل وبين دراستك؟ هلا انا عندي انه كل شيء له شيء. هلا التمثيل قبل كل بروفا في بدك وقت كثير كبير لحتى انه شغله هيك، وبنفس الوقت التمثيل برضه قصدي والمدرسه برضه كان يعني انه مهملته ابدا. هلا كنت مثلا ارجع 5 6 على البيت، اوكي انه انا عندي الليل بطوله، يعني كنت قادره اني ادرس وهيك. بالنهايه التمثيل يعني هذا الشيء انا بحبه. انه يعني ما تعبت، بالعكس اتلذذ بالتمثيل ولا كاني عملت شيء وارجع ادرس. هون حفظوا ادبي ادبي حفظ على الجهتين. تمام. شو حبيت كفي دراسه؟ كفي دراسه هلا بس خاص بكالوريا معهد العالي للتمثيل. يعني حابه تكفي بهذا المجال ويكون عملك ودراستك مكملين بعض. تمثيل بعد يعني انت هلا طلعتي على المسرح، بيقولوا دائما البدايه بتكون المسرح هي البدايه الصح لاي حدا حابب يدخل بهذا المجال، لازم يكون اول شيء يطلع على خشبه المسرح يعمل ادوار مسرحيه، بعدين ينتقل يتدرج ليصير مثلا تلفزيون دراما سينما ما بعرف اللي هو حابب يدخل فيه. فحابة أنت تضلي مسرح ولا ممكن تنتقلي دراما، نشوفك بمسلسلات مثلا بعد كم سنة؟ لا أكيد بتمنى أني أطلع على التلفزيون وأني ببلش بقى مسلسلات وكذا وهي أكيد. نصيحة لكل حدا حابب يدخل بهذا المجال، شو هي أول خطوة لازم يقوم فيها؟ تدريب قدامهم لنجاح أي عمل؟ هلا أول شيء لازم يكون في ثقة بالنفس وتقدير الذات، انه تقدري موهبتك وتقدري احساسك، والخوف يعني ينلغى كليا، انه خلص ما تخافي، اعتبري حالك واقفه قدام مرايه وعم بتمثلي وعطي اقصى ما عندك. أهمية التشجيع بهيدا الموضوع، يعني نعرف ما دائما هيدا الخيار يمكن شوي بيكون على الأهل، إنه ممكن يكون آخر خيار يفكروا فيه الأهل، فتشجيع الأهل قد إيه له دور كمان بنجاح هيدا الموضوع؟ يعني ماما كانت معي بكل خطوة بخطوة، يعني حتى هي اللي دفعتني، إنه هي اللي عطتني القدرة لحتى إني أنا أدخل بهاي، هي اللي شجعتني وكانت واقفة معي بكل شيء. وحتى تشجيع الاهل بحسن عن النفسيه، يعني انه حتى بيعطي ثقه. تمام. دلع في هلا عم تحضروا لشيء بعد طوفان الاقصى؟ في مسرحيات عم تحضروا لها؟ هلا هو في شيء جديد بس لسه ما تم الاتفاق بشكل كامل. بس التدريبات مستمره يعني؟ ايه طبعا. تمام. ما كان في لك تجربه او حابه يكون لك تجربه بمسرح الاطفال، كونه هو يعني مسرح كمان ممكن انت تكوني عايشه حالات حابه توصلي رسائل معينه بهذا المجال؟ لا ما فكرت اني ادخل، انه ما صحت لي فرصه لحتى اني ادخل بهيك مجال، انه ادخل اعمل مسرحيات اطفال وهيك، بس ان شاء الله ممكن نعمل، يعني لسه جاي متبكر لسه لاحقين. في دور حابه انت انه تاخذيه غير هلا اخذتي دور الام وعشتيه لهيدي الحاله وعشتي هذا الدور، ممكن في دور ثاني انت حابه انه انا بتجع بالي كثير انه يمثل فيه، او ان شاء الله هيك المخرج يختاري لحتى اخذ هيدا الدور؟ بحب اخذ دور هيك، كيف بدي اشرح لك، مثل يكون ضابطه او شيء يكون له علاقه بالجيش هيك، يعني قوه، عرفتي السلطه. انت بتحبي الادوار القويه، يعني مياله كثير لهيدا الشيء، يعني انه يكون دراما مثلا او يكون في شيء جدي؟ ايه هيك بحب كثير اني، وبحس انه
هيك طاقتي كلها هيك تكون هيك موجوده، يكون في سلطه جيش وكذا و... حلو حلو. يمكن هيدا بالدراما بينجح اكثر ما ينجح أكثر على المسرح. على المسرح اي دور حابه تاخدي يعني، خصوصا هلا انت بمرحله الشباب، ففي كثير مشاكل بترافق هيدا المرحله. ممكن انت بمسرحيه معينه او بدور معين تسلطي الضوء عليه ويصير في الى حل. هلا انا صراحة أنا ما بفكر بهالشيء، إنه خلاص إنه أنا بترك المخرج هو يعطيني الشخصية، هو يعطيني الدور وأنا بشتغل عليه. أنت بتبحثي عن حالك يعني من خلال الأدوار اللي عم يعطوك إياها، أنت بتدوري دلع وين؟ ترى هذا المكان بلائمك من خلال تجارب، خلينا نقول. هيك إنه أنا هيك بعمل، إنه خلاص كل دور باخذ بكتشف بحالي شيء جديد، إنه بكتشف إنه أنا لسه عندي القدرة إني إنه أنا عندي قدرة إني أعمل هيك، إنه بتفاجئ بحالي. تعجبي قدراتك انه انت عم تعطي اكثر من المتوقع. لا انا بعطي اكثر هيك، لانه ما بفكر انه انا بدي اشتغل شيء شخصيه او شيء، لا خلاص بترك المخرج هو يختار لي وانا بشتغل. اكيد نحن كثير بنتمنى لك التوفيق بهيدا المسار اللي اخترتيه، وان شاء الله نشوفك مطرح ما بتتمني وتاخذي كل الادوار اللي انت بدك اياها. شكرا لوجودك معنا اليوم دلع اسود. شكرا لك، تسلمي. نورتي صباحنا دلع، موفقه. سعد صباحك. اهلا وسهلا.